تحولت الجلسة في آخرها إلى هرج ومرج مع سباب وشتائم وتهديدات مباشرة. حدة أحد زملائنا كانت ردة فعل على كلام شخص دخل بموضوع شهود الزور، دخل بموضوع الحكومة، حتى أنه طلب أن نلتقي في الشارع. قال له هات نطلع لبرا نحكي. لا قال له لقيني برا بالشارع ولا شيء، بالعكس. هكذا إذن كادت أن تتحول السجلات إلى عراك بالأيدي لولا تهدئة النائب علي عمار وإخراجه إلى أن يكمل النائب فتفت كلامه الذي أثار سجالا أكثر من حاد بينه وعمار وخالد الظاهر حتى سمعت أصواتهم إلى الطابق الثاني. ومع كل هذه السجلات لم تخرج جلسة حقوق الإنسان بأي نتيجة إيجابية، بل على العكس خرج جزء من المجتمعين بقناعة أن الملفات قد طمست. اللجنة التي انعقدت بحضور وزيري العدل والداخلية ومدعي عام التمييز ناقشت ثلاثة موضوعات: اختفاء جوزيف صادر وشبل العيسمي والإخوان جاسم. في قضية صادر والعيسمي ليس هناك ملف قضائي مكتمل، حسمت إذن. أما في ملف الإخوان جاسم السوريين الذين فقدوا داخل الأراضي اللبنانية فطال السجال ليخرج عدد كبير وينعي القضاء اللبناني. اللي بيأكل العصي غير اللي بيعدها. منيح أنه في محكمة دولية، ومنيح أنه من 4-5 سنين كان عندنا الوعي الكافي والتصميم الكافي لكي نحاصر المجرمين بهذه الطريقة. هناك تقصير فاضح. أنا أخشى أنه هيدي الإيحاءات والاتهامات بالسياسة يعني تغطية التقصير. في تقصير على مستوى القضائي بهذه القضية. موضوع مثل هذا الموضوع الذي نبحثه أخذ إلى موقع سياسي، بينما يجب أن يبقى بالقضاء وبالأمن وبموقعه الإنساني بالأساس. هؤلاء في ناس انفقدوا أهلهم عم يسألوا عنه. في مسألة الإخوان جاسم تكشفت أمور كثيرة: الملف في الدرج، وأيضا تم إسقاط الدعوة الشخصية من قبل المحامي، وعند طلب الوكلاء للتأكد اكتشف القضاء اللبناني أنهم فقدوهم أيضا. ولكن هذا لا يلغي الحق العام، وعليه القضية مفتوحة، والضابط الحاج ما زال رهن التحقيق حسب ما قال فتفت. فعم بأكد لنا وطبعا أبرز لنا مدعي عام التمييز يعني الوثائق اللي بتقول أنه هناك إسقاط وتنازل عن الإدعاء قدم من طبعا محامي اللي عنده وكالة عن الإخوة جاسم، وكان يعني مرافق بالوالد وزوجة أحدهم والأخ، عن يعني هذا التنازل عن والإسقاط بتاريخ 11/3. الأهم من ذلك أن في موضوع آل الجاسم مثلا تبين اليوم أن المفقودين أكثر من ثلاثة بكثير، أن هناك أخ رابع من مفقود، وهناك أيضا الأب والأم والزوجة، لأن هؤلاء الذين قيل أنهم تنازلوا عن الدعوة استدعوا من قبل المدعي العام لتأكيد تنازلهم فلم يوجدوا. كان كلامه واضح، ما بدي أدخل بالتفاصيل. للأسف يمكن الفريق الآخر ما عجبته هاي الصراحة، وخاصة يمكن بفترة من فترات كانوا بيعتبروا القضاء محسوب في مكان ما. أنا ما رح أقول اليوم وين القضاء، بس أنا بعرف أنه إجا القضاء وعطى وقائع، ومثل ما قال رئيس لجنة أبرز وثائق. بتأسف لكم أنه هذا الملف لأسباب ما قدرنا نجليها، الملف ما حدا عمل شيء من شهر 2 رغم وجود معطيات تتطلب اتخاذ إجراءات. وعلى ما تقدم ضاع القضاء بالسياسة إذن، فسقطت حقوق الإنسان معها.